طيب اتفضلي يا حاجة. كنا عملنا قبل كده لقاء على موضوع اللواء وكيل النيابه وموضوع، فايه اللي حصل بقى؟ حاجه في حاجه مختلفه؟ امبارح اتصل بيا ظابط سلطوا عليا بالتليفون. اتصل بيا على التليفون امبارح العصر، كان قاعد معايا قاعده في وسط مجموعه الدكاتره بتوعنا في هنا في التحرير في الميدان، فاتصل بيا اسمه رائد عبد الواحد، حاتم عبد الواحد، من مديريه امن القاهره، فبيقول لي احنا عايزين خاطر ايه نحقق في الموضوع الشكوى اللي انت مقدماها في جورنال المسا. ده امتى يا فندم؟ قال لي من 3 4 ايام. طبعا ما حصلش الموضوع ده خالص، ما سجلتش مع اي صحفيه من جورنال المسا خالص، ما نشرش اي حاجه من دي خالص. وعايزين خاطر تيجي تستلم ابنك من مديريه امن القاهره، ابنك محبوس وشايل قضيه جاي عن طريق اسم المطريه. في ايه يا فندم؟ قال لي ما اعرفش، شايل قضيه باسم المطريه ومترحل باسم المطريه جاي عن المديريه. تعالى استلم ابنك ببطاقتك. يعني عايزين يجيبوا رجلك للمديريه. للمديريه. فخليت الدكتور معانا اكلمه بقول له عايزها ليه؟ قال له انا المحامي بتاعها، عايزها ليه يا فندم؟ قال له ابدا، نقفل التحقيق ونقفل المحضر بس. قال له المحضر بقى بتاع اللي هو عبد محمد الدمرداش. بيتبلى بيقول انا طلعت الموضوع تاني في جورنال المسا. طبعا ما حصلش. لو ما اتصل بيك كان ابنك فين؟ قاعد جنب مني. قاعد جنبي في الاعتصام هنا امبارح العصر. ولا اتمسك ولا راح اسمه راح اي مكان، قاعد جنبي. الكذب بتاع الداخليه والنصب بتاعهم والبطيئه بتاعتهم كذبهم مكشوف. بيقول لي ابنك محبوس في المديريه عندي، تعالى استلميه. وابني قاعد جنبي والدكاتره معانا والمعتصمين شايفين ابني. دوروا الضحك عليه في التليفون، رجعوا في الكلام. طب وبعدين؟ قالوا تيجي لي بكره، تيجي بالليل. عشان تمضي على المحضر ونعمل تحريات. على فكره اقول لها ما فيش حد في الداخليه بالاسم ده، ما فيش حد اسمه عبد الدمرداش في الداخليه، ولا ابنه مش وكيل نيابه. ده هي بتهيئ لها بس، او ايه بتهيئ لها بتتبلى عليهم. ايوه. قال له ماشي يا فندم، هنشوف الموضوع ده، انا جايب نفس حد عندك. تمام. كويس؟ لحد دلوقتي بقى الثوره مطالبها ما اتحققتش خالص. كل مطالب الثوره ما اتحققتش. كل يوم بتلاقي شبابنا بيعتقلوهم ليه؟ الحراميه بره. الحراميه بره. والاحرار النضاف جوه السجن، وسجن الحرب بياخدوا حكم ليه؟ حرام. سايبين حرامي ومسكوا له البرقه، وبعدين المعاش ما زادش، ولا الشباب مش لاقي شغل، لا المعاش زاد، ولا الشباب لاقي شغل، ومحاكمه العدل للاعدام، وحسني وجمال وعلاء والشريف والمعرسين يعني تيوس شياطين السلطه. مهربين مليارات في خالد. عفو حبيب قلبي.